اول موضوع انفلاماتوري باور ديزيز وريتابل باور سندروم. اول سؤال كنا طبعا حالين الحاجات دي قبل كده، فبسرعه جدا بقى كنا قلنا كان في حاجه اسمها توكسيك نيجا كولون، لما يبقى واحد عنده السراتيف كولايتس، السراتيف كولايتس وفجاه حصل دايليتد كولون، وكان حصل ثلاث كلمات مهمين قوي، فيفر لو انت فاكر كان ليكوسايتوزيس مع فيفر مع تاكي كارديا، فيفر ليكوسايتوزيس تاكي كارديا، لازم على طول تدي انتي بايوتيك وعلى طول تزحلقه على ايه يا جماعه كونسلتنت جراح خلاص. يعني هنا مفيش as soon as you can، لازم على طول ايه يا جماعه حد انتي بايوتيك قوي جدا، انتي بايوتكس قويه جدا، وبعدين على طول هقلبه الواحد او هوديه الواحد بتاع ايه يا جماعه جراح. تيجي بعد كده بيقول لك في الحاله دي من الحالات برضو مهمه جدا وركز عليها. الحاله اللي بعد كده بيقول لك 32 سنه في ميل هيستوري اوف كرونيك دايريا وبعدين جول ستونز and now has rectovaginal fistula. كنت قلت لك اللي كان مشهور جدا بالفيستولا كان هو طبعا الكرونز ديزيز خلاص. فالكرونز ديزيز من الحاجات اللي بتبقى مشهوره جدا بايه، في وجود الفيستولا. وبالمناسبه برضه عشان نراجع بسرعه، كنا قلنا الكرونز كله بالطول وبالعرض. يعني ايه كله بالطول وبالعرض؟ يعني من اول البق لحد تحت خالص الانال الكنال. وكنا قلنا بيبقى سكيب ليجن وبالعرض، يعني بياخد الترانس ميورال الثلاث طبقات حلو، انما الالستراتيف كولايتس كان بياخد الريكتوم بس، وممكن يطلع شويه ياخد الكولون وبتبقى حته كلها على بعض، وكان بياخد الميكوزا والسب ميكوزا بس. يبقى كورونز كله بالطول وبالعرض، الستراتيف كولايتس حته صغيره من تحت لفوق بس. هنا في الكورونز بيبقى فيه جرانيولوما، فكان بيبقى فيه فايبروزس، كان بيبقى فيه اديجر استريكشر فيستولا. انما هنا في الالستراتيف كولايتس كان بيحصل ايه بقى، قلنا كريبت ابسس، بيبقى فيه ابسس. يبقى في الالستراتيف كولايتس ابسس، انما في الكورونز ايه، جرانيولوما. عشان كده لو انا سالتك قلت لك مثلا مين اللي ممكن يعمل فيتامين بي 12 ديفيشنسي، طبعا الكرونز لانه هيعمل مال ابزوربشن، لانه ممكن ياخد الاليوم، وبالمناسبه الاليوم من حتت مهمه جدا في الكرونز. مين مثلا اللي ممكن يعمل فيستولا، برضو الكرونز. مين اللي كان بيعمل بليدنج، الالسراتيف كولايتس، كان يعمل بليدنج بالريكتوم. الالسراتيف كولايتس كان بيزود الانسيدنس اوف كانسر كولون، والحاجه الثانيه الخطيره جدا اللي هي توكسيك ايه، توكسيك ميجا كولون. المهم فيتشرز اوف السراتيف كولايتس، طبعا السراتيف كولايتس كان مشهور جدا بالبوليبس، دي اسئله احنا لسه حالينها قريب، فطبعا بنراجع بسرعه. الحاله رقم 435 سنه، كرونيك كرامبي ابدومينال بين، وبعدين قال لك انترميتنت كونستيبيشن مع دارية. كنا قلنا الاريتابل باول سندروم بيبقى لونج ران، على مدار اللونج ران فتره كبيره في برولونجد هيستوري. وكنا قلنا ان بيحصل دايما اتاكس دارية مع اتاكس ايه، كونستيبيشن لو انت فاكر. وكنا قلنا ممكن يحصل ابدومينال بين. المهم ده في صالح، واي حاجه تانية بتبقى طبعا ايه، نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، لدرجه ان تشخيص الاريتابل باول سندروم انا قلت وانا بشرح كرونيك دايريا في الالجوريزم الابروتش بتاع كرونيك دايريا، تعمل نفس الانفستيجيشنز بس كلها نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. يبقى هو في الاخر ايه، طبعا ما فيش بليدنج، طبعا ما فيش وجع يصحيه من النوم. يعني لو قال لك وجع بيصحيه من النوم ده ما يبقاش اصلا الاريتابل باول سندروم وما الى ذلك. فالمهم الاريتابل باول سندروم خلاص حاله سهله. هنا السؤال ده مهم جدا جدا بقى ولازم يجي، ده جاي بنسبه 100%، الالسراتيف كولايتس ايه الدواء الاهم في علاجه، والكرونز ايه الدواء المهم في علاجه. الالسراتيف كولايتس اول دواء بنديه هو ده 5 امينو سالسيليك اسيد، ده جزء من دواء كبير اسمه سلفاسالازين. خد بالك لو انا ممكن اشيل انا 5 امينو سالسيليك اسيد واديه بالسلفاسالازين بس، واخد بالك؟ طب لو انا جبت الاثنين مع بعض يبقى طبعا هختار الادق اللي هو 5 امينو سالسيليك اسيد. ليه؟ لان السلفاسالازين ده قلنا الكلام ده قبل كده عباره عن 5 امينو سالسيليك اسيد، بس كمان معاه حاجه كمان اللي هي كنا قلناها قبل كده، كان اسمها سلفابيريدين. سلفابيريدين ده خد بالك بقى، سلفابيريدين و5 امينو سالسيليك اسيد، انا عايز ايه في العلاج؟ انا عايز ال5 امينو سالسيليك اسيد، واخد بالك؟ فهو انت لو قلت لي مين الادق، مين اول حاجه انا ببدا بيها، سلفاسالازين صح. طب لو موجود 5 امينو سالسيليك اسيد، لا يبقى 5 امينو سالسيليك اسيد هي الايه، هي صح. خد بالك لما نيجي نشرح الروماتويد ارثرايتس في روماتولوجي هقول لك في الروماتولوجي لا انا عايز السلفاسالازين لان انا عايز السلفابيريدين، انما في الالسراتيف كولايتس السلفابيريدين ملوش رول قوي، هو اللي بيعمل سايد افكتس وبتاع. فهنا يبقى 5 امينو سالسيليك اسيد هو الايه، هو الاهم. طب بالمناسبه، طب في الكرونز لو قال لك تريتمنت اوف كرونز هيبقى ايه، هيبقى كورتيزون ومع الكورتيزون اميونو سبريسف، ازاسيوبرين اميوران اي حاجه بقى خلاص. السؤال رقم 6 بيقول لك طبعا ده حاله السيراتيف كولايتس كنا حليناها قبل كده، فطبعا بيبقى فيه هنا، لا ده هنا السؤال بيقول لك ايه، واتش اون اوف ذا فولوينج فيتشر بايوبسي وات سجست السيراتيف كولايتس اوفر دياجنوستيك كرونز ديزيز.
يعني ايه فضول بيبقى موجود في الالسراتيف مش في الكرونز طبعا الكريبت ابسس. بالمناسبه وانا بذاكر دلوقتي احنا قبل الامتحان بكام يوم، فانا مش عايزك تفتح كتاب النظري، انما انا جايب لك يعني تقعد بقى. طب الكرونز بيبقى هو اللي فيه سكيب ليجن لانه بياخد كل السكه من فوق لتحت، فبيبقى سكيب ليجن حتت وحتت كوبل ستون كده، بيبقى فيه جرانيلوما بيبقى كله بالطول بالعرض ترانس ميورال، فكل ده كرونز. انما الالسراتيف كولايتس بيبقى كريبت ابسس. ايه تريجرز اوف كرونز ديزيز انكلود اول اكسبت، يعني السؤال ده مش مهم قوي، بس هو كرونز ديزيز اصل كل دي حاجات ايه كلها ابحاث يعني ودراسات وكده. فقال لهم طبعا الانفكشن انفكشس انترايتس انيشال بريزنتيشن اوف كرونز ديزيز. الكرونز ديزيز دايما بيجي بحاجه من اتنين، يا اما ان هو بيجي على طول انترميتنت اتاكس اوف مايلد دايريا. خد بالك هنا ما بيحصلش بليدنج بالريكتم، ما بيحصلش بلادي دايريا. طب ممكن يحصل على فكره بس مش كومن، يعني لو انا قلت لك الكرونز ما بيعملش بلادي دايريا خالص، لا ما اقدرش اقول كده. هو بيحصل بلادي دايريا لكن مش هو ده الكومن. كومن ان مايلد دايريا بتروح وبتيجي مع وجع في البطن، وهنا وجع البطن ممكن يبقى سيفير بالمناسبه. طيب اهو يعني مثلا اهو الاختيار اهو نيفر هاف بلاد دايريا، لا ما اقدرش اقول نيفر طبعا. طيب الاكسترا انتستينال سيمتوم اوف بوث السراتيف كولايتس اند كرونز ديز انكلود اول اكسبت. طبعا اول اكسبت دي عايزه بقى تركيز. لو انت فاكر كان بيحصل بولي ارثرايتس انكيلوزنج، قلنا كان بيحصل اس ال اي 2 بالاس و2 بالال وواحده بالاي. كان بيحصل في السكيلتون اللي هو الاثنين اس، كان بيحصل ايه بقى؟ حاجه في السكن وحاجه في السكيلتون. السكيلتون كان اللي هو ارثرايتس بالذات انكيلوزنج سبوندلايتس، وفي السكن كان في جمله تميلنا بقى فين دي فين دي، لما كنا بنقول ايه ريزيما نودوزا بايوديرما جانجرينوزا، ريزيما نودوزا بايوديرما ايه جانجرينوزا. والله وحشتوني يا اولاد وعايز الامتحانات تخلص واشوفكم بقى، بس كلكم بطمنون عليكم بس بعد امتحان الام اس كيو اللي انا متفائل جدا انه هيبقى احسن امتحان تحلوه في حياتكم ان شاء الله. بس ركزوا وما تتوتروش. عندنا يعني مثلا هنا كان اريزيما نودوزا بايوديرما جانجرينوزا، هنا بيقول لك اريزيما ايه مالتيفورم، فطبعا لا هي اريزيما نودوزا. طبعا انتريوفيتس بتحصل، كل ده بيحصل. خلاص مين اكتر حاجه بتحصل فيهم بالمناسبه؟ الارثرايتس. يعني عشان كده دايما يقول لك لو واحد عنده وجع في بطنه هي مفصلي لازم استبعد الالسراتيف كولايتس لانه ممكن يزود الانسيدنس اوف كانسر كولون. السؤال ده جاي طبعا، يعني ده لو عايزيني احلف احلف اللي هو الانفلاماتوري باول ديزيز، ايه السيرو ماركر سبيسيفيك للالسراتيف كولايتس؟ انكا. الاسكا موجود برضو بس الانكا اكتر، الاسكا اكتر في الكرونز. خلاص بس كده الالسراتيف كولايتس قلني مش عارف استرو طبعا بيبقى اسوشيشن مع هلا بي 27 دي كنا قلناها. شوف هنا اقرا برضو الاختيارات دي، يعني هل الالسراتيف كولايتس بيجي في السموكرز مور ذان نون سموكرز؟ لا ده انا قلت لك النون سموكر هم اللي بيجي لهم ايه الالسراتيف كولايتس، 80% نون سموكر اصلا. الفيستولا موست كومن في الكرونز. شوف السؤال ده بقى ده سؤال سهل ليه؟ لان هنا قال لك 5 امينو ساليسيليت سلفا سلازين، يعني تعامل معاهم انهم واحد. انما السؤال اللي كنت جبته قبل كده اللي هو الليفل الوحش بقى اللي هو حاجه ايه، انما هو غالبا لو واحد ساوي بيحط الامتحان يجيبه بالطريقه دي. واحد عنده السراتيف كولايتس يبقى هياخد 5 امينو ايه ساليسيليت اللي هو سلفا سلازين. وطبعا قلت لك سلفا سلازين عباره عن 5 امينو ساليسيليت وسلفا بايريدين. دي شويه حاجات يعني مش مهم قلناها قبل كده. بيقول لك واتش اوف ذا فولوينج جي اي كونديشنز ممكن يعمل فينجر كلابنج، طبعا السراتيف كولايتس ودي الحاجات اللي بتعمل ايه بتعمل كلابنج في الجي اي. واتش اوف ذا فولوينج موست كومن كوز اوف ابر جي اي تي بليدنج، طبعا دي مهمه جدا ودي كانت في اسئله الهيباتولوجي لانها كانت محسوبه على الهيباتولوجي موضوع الجي اي بليدنج ده. لكن اهم سبب في العالم يعمل ابر جي، يعني ايه ابر جي اي تي بليدنج؟ يعني مشكله في الاسوفاجس او في الاستومك واخد بالك او في الديودينم، لان هنا كده كان في ليجامنت اوف تريدز، ليجامنت اوف تريدز اللي هو في اخر الديودينم ايه تحت الليجامنت اوف تريدز ده اسمه اللور جي اي تي بليدنج، فوق الليجامنت اوف تريدز ده اللي هو تريدز اللي هو ايه ابر جي اي تي بليدنج. يعني معنى كده ان الابر جي اي تي بليدنج اي حاجه في الاسوفاجس في الاستومك في الديودينم. مين الموست كومن في العالم كله البيبتيك السر؟ كان في مصر، وفي مصر لو قال لك حدد مصر ممكن الاسوفجيال فيرسس بالمناسبه. ويتش اوف ذا فولوينج نوت اسوشيتد ويز كرونز ديزيز؟ طبعا كرونز ايه السيجاريت سموكينج ريديوس انسيدنس؟ لا ده السيجاريت ريديوس انسيدنس في مين بقى؟ في الالسراتيف مش في الكرونز. طب خد بالك في حاجات بتلخبط، السموكينج
السيجرت سموكينج يعني بيقلل الانسيدنس اوف السراتيف كولايتس، يعني الالسراتيف كولايتس يجي في الغير مدخنين اكتر. طيب الكرونز هو مرض اوتو اميون بس بيجي في الرجال قد الستات، يعني هو المفروض اوتو اميون يبقى في الستات اكتر من الرجال، لا الكرونز قد بعض. فدي حتت ممكن تلخبط في الام اس كيو. الكرونز فيستولا او فيستولا جرانيولوما وماله ترانس ميورال، اه كل ده صح. ريجاردنج ميلينا، السؤال ده جاي طبعا جاي 100% ان شاء الله. ريجاردنج ميلينا which is false at least 60 ملي طبعا ميلينا اللي هو بلاك تارستول، يعني الدم بينزل مهضوم. يعني ايه مهضوم؟ يعني اتهضم مهضوم، يعني لازم اضمن ان هو قاعد في الجي اي قبل ما بينزل حوالي 6-8 ساعات، لانه لو مثلا قاعد 4 ساعات بس ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ملحقش يتهضم، فبينزل صابح اللي هو بيسموه بلاط حقيقي، اللي هو بيبقى بليدنج بالريكتوم اللي هو هيباتوكيزيا. انما ميلينا دم مهضوم فلازم يبقى قاعد اكتر من كام؟ 8 ساعات. يبقى 4 ساعات دي غلط، ممكن على الاقل عشان ينزل ويبان بلاك تارستول محتاج 60 ملي. بلاك تارستول صح طبعا، اوفنسيف صح، يبقى دي اللي ايه هي اللي غلط. سؤال ده مهم جدا بالمناسبه. ريجاردنج هيماتوكيزيا، مين الاول موست كومن كوز اوف هيماتوكيزيا او بليدنج بالريكتوم؟ موست كومن كوز هو الدايفيرتيكولوزيس، خلاص دايفيرتيكولايتس، ودي بتيجي اكتر في السيجمويد كولون. ثاني موست كومن كوز اوف هيماتوكيزيا او بليدنج بالريكتوم دايفيرتيكولايتس، ودي بتيجي اكتر في مين؟ بتيجي اكتر في السيجمويد كولون. خلاص طبعا ايه بقى الهيماتوكيزيا دي؟ اهي برايت ريد بلاد بالريكتوم بتحصل، ممكن السيرات كولايتس يعملها، ممكن بلاد نوت بي ميكسد وستول، اه لان هو بينزل دم دم، العيان يقول لك انا شايف دم 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 نازل، الدم البرايت الفاتح لون الدم العادي، واخد بالك؟ بليدنج سورس بروكسيمال للليجامنت اوف تريتس، لا طبعا هو بيبقى ايه؟ بيبقى بالنسبه للدايفرت كلوز بيبقى ديستال مش بروكسيمال. Which of the following features is more commonly associated with ulcerative colitis اكتر من الكرونز؟ طبعا الريكتال ايه؟ بليدنج. Commonest extra intestinal complications of ulcerative colitis قلنا الارثرايتس. خد بالك كل ده بيحصل لكن الارثرايتس اكتر حاجه. يعني البايدرما جانجلونيزا بتحصل لكن هي مش اكتر حاجه. يعني ulcerative colitis involve rectal mucosa in، بص الالسراتيف كولايتس هو اصلا بياخد الريكتال، ده لازم بنسبه 100% تقريبا، فيبقى من 90 ل 100%. Which of the following features is not consistent with diagnosis of irritable bowel syndrome؟ طبعا حلينا السؤال ده قبل كده. nocturnal ايه يا جماعه؟ حاجه تصحيه من النوم. irritable bowel syndrome العامل النفسي له دور مهم، طب انت نايم اصلا انت واخد بالك ومش هتصحى بين ده، انت الاعراض كلها وانت ايه؟ وانت اول ما تنام بتستريح لو عرفت تدخل في النوم، او لو رحت المستشفى وشفت دكتور بس كده. diverticulosis بيجي اكتر most commonly قلنا sigmoid colon. خلاص الريتابل بول سيندروم كنا قلنا ليه قصه مع السيروتونين، القصه دي. The typical features of irritable bowel syndrome include irritable bowel syndrome القولون العصبي، طبعا التيبيكال هي دي، يبقى في distinction خلاص، ويبقى في لو انا قلت لك لو انت فاكر هو بيبقى في غالبا distinction ولونج هيستوري ودايريا مع constipation مع abdominal pain كلام من ده. الريد فلاكس هنا بيقول لك الناس اللي عندهم قولون عصبي، ناس كتير. ريد فلاجز يعني نواقيس الخطر، انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت، كل دول طبعا اكسبت الدايريه، الدايريه عادي، ما هو اصلا الريتابل بول سيندروم هو عباره اصلا عن دايريه وكونستيبيشن. انما تخيل بقى لو في بليدنج في دم، لا يا حبيبي يبقى ده مش ايه؟ مش الريتابل بول سيندروم، بتخس، لا ده ممكن بحاجه خطيره بقى. نكتورنال بين بيصحيك من النوم، لا يبقى ده الريتابل ازاي؟ سيستميك النس، لا يبقى هو كله ريد فلاجز، كل ده ريد فلاجز ما عدا ايه؟ الدايريه. Initial regimen for patient with Crohn's disease is which of the following؟ طبعا لسه قايلين الكرونز بيتعالج اكتر بايه؟ اميونو سبريسيف وكورتيزون. السؤال ده مهم جدا. بص يا ابني الجي اي بالذات الجزء ده، الجزء اللي انا حليته معاكم من شويه في الكارديو ما تسيبش فيه ولا سؤال، الباقي ممكن نسيبه ونشيل عادي، انما ده جزء مهم جدا عشان نقول كل الافكار الممكنه تحفظهم صم النهارده. الحالة دي السؤال ده جاي 100% 28، ده واحد عنده ألسر وقلناها قبل كده ألسراتيف كولايتس وقال يا جوندس على طول. بص يا في الحياة مش شرط إنما في الامتحانات شرط، ألسراتيف كولايتس وعنده وجع في بطنه بالذات، شوف بيقولك إيه رايت أبر كوادرنت بين وجوندس، شك على طول برايمري سكليروزنج كولانجيتس،
برايمري سكلروزنج كولانجايتس. حاجات مهمة جدا جدا جدا، برايمري سكلروزنج كولانجايتس. خلاص، فده دي من الحاجات اللي يا جماعه اللي بتبقى مهمه، لانه شوف اسوشيتد مع الانفلاماتوري باول ديزيز 75% في كيس. خلاص بس كده. برضو ده بقى واحد نفس الحاله تقريبا، باكد لك فيها ان واحد عنده السراتيف كولايتس وبرايمري سكلروزنج كولانجايتس، ودخل بقى بسبب الموضوع ده دخل في استياتوريه والقصه دي. ماشي، مش مهم قوي، بس اهم حاجه السؤال اللي هو ده. تعالى بقى دايريا اند مال ابزوربشن، كل اسئلته مهمه ولسه حلينها قريب، كلها مهمه. وانا بقول لك بدون مبالغه، انت ممكن تلاقي اسئله كتير جدا جدا جايه على الدايريا، فانت تحفظها صم. يعني اول حاجه ميكانيزم اوف دايريا انكلود ذا فولوينج اكسبت. طبعا اكسبت ما فيش حد يعني بيشرب ميه بيجي له دايريا، يعني ده سؤال يضحك. الميكانيزمات بتاعه الدايريا احنا قلنا اربع ميكانيزمات، يا اما اوزموتيك، يا اما سيكريتوري، يا اما مشكله في الميكوزا البرميابيليتي الميكوزا نفسها، يا اما في الميكوزا الموتيليتي، الموتيليتي بتاعت الميكوزا او الانتستا اللي هي الانتستاينال موتيليتي. يعني لو الموتيليتي سريعه هيبقى في ضريه، بطيئه هيبقى في كونستبيشن. خلاص، الباراسيمباثيتك مثلا يعمل ضريه. او اللي انا يهمني النوعين بقى المهمين قوي اللي هم ايه، اوزموتيك وسكريتوري. الاوزموتيك يعني ايه؟ انت بتاكل حاجه تزود الاوزموتيك بريشر جوه اليومن فتقوم تشد ميه. اظن مش محتاج اقول لك ان انت هتتحسن لو ما اكلتش الحاجه دي، بطل تاكلها. عشان كده الصيام يحسن الاوزموتيك. انما السكريتوري انت كده كده انت عملت تنزل انت ميه من غير ما تاكل حاجه، زي الكوليرا زي حاجات كتير يعني. عشان كده لو قال لك الصيام يريح مين؟ يريح الاوزموتيك، انما مش هيفرق مع السكريتوري. واخد بالك؟ فالصيام بيريح الاوزموتيك لكن ما بيفرقش مع السكريتوري. دي مهمه جدا، لان اهو شوف بيقول لك هتيجي اسئله على الحكايه دي هنشوفها كمان شويه. الاوزموتيك جاب طبعا انكريز ان، طبعا السؤال ده مهم جدا. طبعا الاوزموتيك ضاريه، يعني حاجه اوزموتيك جاب اللي هي الاوزمولاريتي بتاعت الستول بتبقى اكتر من الاوزمولاريتي بتاعت الدم. المفروض الطبيعي بيبقى فيه فرق 50، انما هنا بتبقى عاليه قوي لو انت خدت حاجه تزود الاوزموتيك ايه بريشر. فده سؤال سهل وعلى فكره بيجي كتير. السؤال ده برضو حلناه قبل كده، بيشنت وذ سسبكتد باكتيريال اوفر جروس ويتش از ذا بيست of the following investigation. كنا قلنا قبل كده اللي هو الجلايكوليك اسيد، كنت قلت لك الجلايكوليك اسيد ده اللي هو بايل اسيدز، واخد بالك؟ بريس تيست. طبعا السؤال ده مهم جدا جدا جدا، اللي هي الفكره ان انت بتدي يا جماعه بتدي سي 14 ده اللي هو الكربون المشع، بتجيب كربونه وتقعد تلونها بقلم فوسفوري كده عشان تبقى مشعه، وتقوم جايب جلايكوليك اسيد. جلايكوليك اسيد ده اللي هو اصل البايل اسيدز، واخد بالك؟ وتلزقهم في بعض. خد بالك لو العيان خدهم، لو في بكتيريا الاوفر جروس هتشتغل عليهم، تقوم تفصل الكربونه عن الجلايكوليك اسيد، تلاقي الكربونه خارجه مع النفس، هلاقي ثاني اكسيد الكربون كتير. خلاص، فالبكتيريا الاوفر جروس بنعمل ده. خد بالك ما تخلطش بينه وبين ايه، سي 13 يوريا. بالمناسبه اليوريا بريس تيست والحاجات دي مع الهيليكوباكتر بايلوري اكتر، يبقى الهيليكوباكتر هيبقى هنقول اليوريا تيست ده واليوريس تيست والحاجات دي، انما هنا جلايكوليك اسيد بريس تيست. يعني السؤال ده مش مهم قوي. دايريا اسوشيتد ويز اول اكسبت، تعرفوا سؤال مهم جدا. طبعا سكر الفيت، كلينتامايسين يعمل، ديجيتاليس يعمل، كولشيسين يعمل. الكولشيسين ده هو اصلا كان الكولشيسين توكسيستي، بعرف ان انت دخلت في توكسيستي من دايريا. الديجيتاليس طبعا كان بيعمل دايريا، ابسط حاجه لان ليه باراسمباثيك افكت. خلاص، كلينتامايسين ده انتي بايوتيك بيعمل دايريا. سكريتوري دايريا هاز نو اسوشيشن ويز بانكرياتيك انسفشن. خد بالك البنكرياس لما بيبوظ يعمل مال ابزوربشن، مش يعمل سكريتوري دايريا. كل ده بقى ممكن يعمل سكريتوري دايريا. زولينجر ايلسون، خد بالك زولينجر ايلسون مشهور جدا لانه كارسينوجينيك، هنبقى نقوله في الاستومك تحت. خلاص، سؤال شهير جدا دايما يجي في على زولينجر ايلسون، يقول لك الهيليكوباكتر بايلوري والزولينجر، مفيش علاقه. يعني الهيليكوباكتر ما بتجيبش الزولينجر، تجيب اي حاجه ثانيه. الهيليكوباكتر وانا بشرح، انا فاكر قلت لك تيجي ديودين الالسر، جاستريك السر، كانسر، اي حاجه، لكن ما تجيبش زولينجر ايلسون سندروم. Which of the following not variety of osmotic diarrhea laxative abuse. طبعا لان اللاكستيف ابيوز يعني ايه؟ اللاكستيف ابيوز يعني انت بتاخد لاكستيف. انت اصلا لو انت عندك لاكستيف ابيوز يعني انت بتاخد لاكستيف لاكستيف لاكستيف، لو انت وقفت اللاكستيف يجي لك كونستيبيشن
مش اوزموتيك دايريا، كونستبيشن. Which part of the small bowel is responsible for absorption of vitamin B12؟ طبعا terminal ileum. وبالمناسبه اعرف لي دي ودي، terminal ileum فيتامين B12، الديودينم مسؤول عن absorption بتاع الكالسيوم والحديد، يعني مهمين. انت عارف برضو ممكن بعض الدكاتره دماغهم بتروح دايما للحتت اللي هي الحتت دي. برضو في دكاتره اللي بالي بالكم بقى، انت عارف اللي هو يسيب كل البطنه، طب ما انت بتذاكر بطنه، وانه وانما وان الذي، تدخل تلاقي الام اس كيو ايه بقى؟ water content of adult stool is، طبعا في الادلت ستول الووتر بيبقى اكتر من 60%، وبالمناسبه النورمال فيكال فات بيبقى اقل من 6 جرام في اليوم، اقل من 6 جرام، اكتر من 6 جرام ده استياتوريه. most specific treatment في سيلياك ديزيز، اللي عنده سيلياك ديزيز طبعا قلنا اللي هو الجلوتين سنسيتيف انتروباسي، اهم حاجه ان هو ما ياكلش حاجه فيها جلوتين طبعا. خلاص وتشوف ذا فيلم دايجنوستيك ستادز مان ابزوربشن، مش عارف ايه في البكتيريا الاوفر جروس، ماشي السؤال ده مش مهم قوي. موست كومن اند سبيسيفيك راديولوجيكال فيتشر ان باريوم ميل في المال ابزوربشن، طبعا دايليتيشن، لما بتعمل باريوم ميل شاف اليومن المفروض بيبقى فيه ايه، ريش كده في اليومن. خلاص هنا اصلا الفيتشر الشيب ده بيروح، فتلاقي اليومن ايه بعمل كده، فتلاقيه واسع دايليتد. ايه اللي ما بيعتمدش على البايل سولتس؟ طبعا فيتامين بي، لان مين اللي بيعتمد على البايل سولتس؟ اللي بيعتمد على البايل سولتس هم، بلاش تقول اديك، قول كده كده بلاش اديك، دي كي واي ودي واي. الانيشال ريجمن فور بيشنت وذ تروبيكال سبرو، قلنا تروبيكال سبرو بياخد انتي بايوتيك وفوليك اسيد، هتلاقي موجوده في كتاب تروبيكال سبرو واسال المناطق الحاره اللي منكم ربنا يكرمه ويطلع بعمل في اثيوبيا مثلا ولا في تنزانيا، هيلاقي الدنيا هايصه هناك، اول ما هيروح هناك هيجي له ضريه ياخد فوليت وتترا سايكل. ده بقى الكوليسيستوكاينين، ده الكوليسيستوكاينين ده انا عايزك تعرف عنه ان هو ايه، بيستيموليت البانكرياتيك اكزوكراين. اكزوكراين تعرفين بانكرياس في اكزوكراين وفي اندوكراين، اندوكراين هو الانسولين والكلام ده، انما هو بيعمل ايه بقى، هو ستيموليت البانكرياتيك اكزوكراين سكريشن، عشان كده ساعات بستخدمه في البانكرياتيك فانكشن تيست. خلاص فاعرف دي كوليسيستوكاينين اكزوكراين ايه سكريشن. خلاص يا جماعه خلاص كده، لحظه كده عشان ايه، رقم 17 مش مهم، 18 الماكسيمم ابزوربشن اوف فلويد ان جي اي اوكيرز ان، طبعا الجوجرام الووتر مينيمالي ابزوربد فروم ديسيندنج كولون. الحاجات دي على فكره مهمه، يعني حاجات ذاكرها لان انتوا عارفين، سيب كل حاجه وقوم جايب لك ايه بقى اللي فيه دكاتره كده. كوزيتيف ايجنت في تروبيكال سبرو انون، مش معروف، تراك الدنيا هايصه هناك كان محدش عارف بالظبط ايه اللي بيحصل. الثلاثه دي دول اللي هم دايريا درماتايتس ديمنشيا، طبعا موست بروبابلي بيبقى فيتامين بي 3 ديفيشنسي، طبعا انتوا عارفين بقى فيتامين بي 1 ولا البيري بيري، فيتامين اي ديفيشنسي بيعمل ايه، فيتامين سي سكيرفي، فيتامين بي 3 اللي هو، طبعا ده سؤال سهل قوي يعني بس ممكن يجي برضه. Which of the following finding more consistent with osmotic rather than secretory diarrhea؟ كنا حللنا السؤال ده قبل كده طبعا بي، لان الستول اوزمولاريتي انت تعال احسبها كده 92، شوف دول كام 95 والبوتاسيوم 15، انت اصلا 95 و 95 قول 100 وكام 180 190، شوف فرق اكتر من 50 هنا 290، فالاوزموتيك الستول اوزمولاريتي بتزيد قوي في الاوزموتيك دايرية، يعني سؤال مش مهم قوي بس اعرفه يعني. Which one of the following types of diarrhea طبعا بيتأثر بالفاستنج، طبعا اوزموتيك دايرية، اوزموتيك بالصيام بيتحسن. Which of the following doesn't produce secretory diarrhea؟ Hyperparathyroidism، hyperparathyroidism اصلا بيزود الكالسيوم، والكالسيوم يعمل constipation اصلا. ايه الجولد ستاندرد تيست فور سيبو؟ سيبو اللي هي سمول انتستين بكتيريا اوفر جروس، كنت قلت لكم قبل كده، قلت لك ممكن يجي في الامتحان لك سيبو بس ده اختصار عالمي. فهي طبعا ايه، بيبقى سمول باول كلتشر، على فكره السؤال اجابته سهله قوي، نعمل كلتشر اند سنسيفتي تيست، بيبقى بوزيتيف تيست لو اكتر من 10 او 5 زي اليورينري تراكت انفكشن كده. ايه الموست سنسيتيف تيست للاكزوكراين بانكرياتيك فانكشن؟
شوف لسه الاكزوكراين بانكرياس فانكشن ده بنستخدم فيه كوليسيستوكاينين ستيموليشن تيست او سيكريتين، فممكن نستخدم ده، مش لازم الطريقه بالظبط يعني. خلاص يعني انا لو هستخدم كوليسيستوكاينين بقوم مديك كوليسيستوكاينين واقيس اللايبيز اشوف اللايبيز عالي ولا لا، انت واخد بالك؟ لو هستخدم السكرتين بقوم اقيس البايكارب، مش مهم هو بيتعمل ازاي، المهم السكرتين وكوليسيستوكاينين ستيموليشن تيست. هنا الشيلنج تيست خد بالك هو بيحب، يعني في ناس بتحب الشيلنج تيست جدا، فيتامين بي 12، واحد عنده انيميا وعنده اعراض نيورو اللي هو الثلاثه بي اللي هي نيوروباسي، يبقى هو عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي. فيتامين بي 12 بيتشخص بالشيلنج تيست. خد بالك الشيلنج تيست ده بيتعمل في بكام خطوه؟ هو بيتعمل على اربع خطوات. الخطوه الاولى بديك فيتامين بي 12، الخطوه الثانيه هو الفكره ان انا بدي فيتامين بي 12 الاول بشبع الليفر، سيبك من تشبيع الليفر، بدي فيتامين بي 12 واشوف، احط ايدي كده على ايه، على خدي، شوف فيتامين بي 12 نزل في اليورين ولا لا، لو نزل في اليورين يبقى الامتصاص حلو، طب لو ما نزلش في اليورين يبقى الامتصاص زي زفت، صح؟ هنا بقى الخطوه الثانيه، اقوم مديك انترنسيك فاكتور، لو اديتك انترنسيك فاكتور اتحسنت يبقى انت برنيشس انيميا، لان انا قلت لك البرنيشس انيميا في انتي بوديهات بتضرب البرايتال سيل اللي بتكون الانترنسيك ايه فاكتور، وانا قلت لك انت تمتص من فيتامين بي 12 بقدر ما تنتج من انترنسيك فاكتور، فانت دلوقتي لو الانترنسيك فاكتور انا اديتك انترنسيك فاكتور اتحسنت يبقى انت سبب المصيبه ايه، نقص في الانترنسيك فاكتور اللي هو مرض البرنيشس انيميا. طب الخطوه الثالثه ستيج 3 بدي بنكرياتيك انزيم، طب الرابعه انتي بايوتكس تتحفظ، والله بيني وبينكم انا شايف ان هي مش مهمه، بس في بعض الدكاتره المخها صغير تسيب الدنيا كلها تقوم جايب لك سؤال زي ده، يعني مثلا يقول لك مثلا شوف اقرا كده الاختيارات يقول لك ستيج مثلا ايه 4 بانكرياتيك انزيمز ار ادد تو فيتامين بي 12، لا ده البانكرياتيك انزيم بتبقى ستيج كام 3، طب الانتي بايوتيك بتبقى ستيج كام 4، طب الانترنسيك فاكتور ستيج كام، انترنسيك سهله لان انترنسيك فاكتور 2 انترنسيك 2 بانكرياتيك انزيم 3 مضاد حيوي 4، يعني المهم ممكن ساعات بتيجي، سيبك من ده ما تذكروش الكلام ده. اخر حاجه الاسوفجاس والاستومك، طبعا الاسوفجاس والاستومك دي بقى مهمه جدا كلها، ودي لسه حلينها قريبه فلدينا عشان برضو ما اطولش عليكم احنا لسه حلينهم قريب، وبص انا مش عايز اشيل حاجه في الموضوع ده، فالاستومك والاسوفجاس لسه حلينهم قريب، اللي انا بس عايز احلهم دلوقتي اراجعهم جي اي بليدنج، كام سؤال كده، دايفرتيكولوزيس موست كومن سين في سيجمويد كولون، دايفرتيكولايتس هو الموست كومن كوز اوف لور جي اي تي بليدنج، خلاص تعالى بقى الحته اللي هو بيحبها جدا جدا جدا، تيبيكال كوز اوف اكسترا هيباتيك كوليستاتيك جوندس انكلود، هو بيعشق مرض اسمه يعني سيستيك فايبروزيس، كلمه سيستيك فايبروزيس ده مرض اوتوزومال ريسيسيف كنا قلناه قبل كده، سيستيك فايبروزيس ده كان بياخد ايه وايه بقى، كان بياخد الرئه يعمل لو انت فاكر سوبراتيف لانج ديزيز، وبياخد كمان البنكرياس، رئه وبنكرياس، فالسيستيك فايبروزيس بياخد الكومن بايل داكت اوبستراكشن فروم كرونيك بنكرياتايتس، كومن بايل داكت، واخد بالك مهمه جدا، فدي السيستيك فايبروزيس مهم قوي، اكسترا هيباتيك كوليستاتيك جوندس انكلود يبقى سيستيك فايبروزيس، طبعا الباقي كله انترا هيباتيك اوبستراكشن في الاختيارات، يعني السيستيك فايبروزيس تعرف ان هو اوتوزومال ريسيسيف، خلاص السؤال ده كانت حاله يعني دايفرتيكولوزيس، خد بالك اللي انا عايزك بقى أو الحاله رقم 5 دي اللي انا عايز اراجعها، ان واحد 78 سنه وبعدين عنده ايه يا جماعه، تاكي كارديا ورايت لور كوادرنت ابدومينال بين او تندرنس، يبقى على طول ابندسايتس، واي وجع في الحته دي لازم على طول تكونسيدر ابندسايتس بغض النظر عن السن، لان خد بالك في موضوع مهم جدا ممكن يجيب فيه اللي هو الاكيوت ابدومين، فده من الاسباب برضو اللي لازم تبقى عارفها، وجع في البطن على طول لازم تشك في ذا موست كومن كوز اوف اكيوت ابدومين ات اني ايج از ابندسايتس، لكن لو قال لك طب انا عندي وجع في الرايت هايبوكوندريام يبقى هو اكيوت كوليسيستايتس، انت واخد بالك، وهنا مثلا هو بيقول لك واحد بيتعب عنده مش عارف ايه في الالترا ساوند عنده جول ستون وبعدين ماشي على لو فات دايت زي اي حد عنده مشكله في الجول بلادر، فطبعا واضح ان هي اكيوت ايه كوليسيستايتس. الاسئله دي مهمه جدا يعني كل بص الجي اي ده اللي هو الجزء ده كله مهم تحفظه صم، كل اصلا الام اس كيو دي تحفظها كويس قوي البارت ده.
خلاص دي حاله اوبستراكتيف جونز عاديه. كومن سايت اوف كارسينويد تيومرز ده ما يجيش قوي لان هو كان زمان ابيندكس، دلوقتي بقى السمول انتستن هي الموست كومن، وبقت في حاجات تانية هي الموست كومن والاليان بقى مهم، لكن لو جه اختار ابيندكس بس ده كلام قديم يعني فمش مهم قوي. Which of the following force regarding appendicitis طبعا انروكسي ازرير الباقي كله طبعا صح واقراه برضو. Which of the following most common cause of upper GIT bleeding طبعا بيبتيك ألسر قلنا قبل كده. Regarding جملينا قلنا السؤال ده قبل كده. Regarding هيماتوكيزيا قلنا برضو السؤال ده قبل كده، هو بيبقى ديستال مش بروكسيمال. في بقى السؤالين دول اصلا في الليفر بس انا حابب ان انا اقولهم ليه بقى. لا السؤال ده وده سؤالين في الاخر اللي هم دول، انه خد بالك اللي عنده اوسوفجيال فيروسز ده اللي عنده اوسوفجيال فيروس ديورنج الاتاك ما ينفعش ادي بيتا بلوكر. يعني هنا بيقول لك سؤال رقم 17 ان ذا بيشنت ويز اكيوت اوسوفجيال فيروسز مانجمنت اوف كرود اول اكسبت بيتا بلوكر، يبقى ديورنج الاتاك ما ينفعش ادي بيتا بلوكر. طب ان بتوين الاتاك ما ينفعش ادي سوماتوستاتين اللي هو الاوكتريوتويد، سوماتوستاتين اللي هو الفازوبريسين كنت بديه في الاكيوت اتاك. طب بالمناسبه السؤال اللي قبليهم رقم 15 ايه احسن حاجه بديها؟ طبعا قلنا باند لايجيشن، قلت لك لو الباند لايجيشن مش موجوده ممكن اختار انجكشن سكليروثرابي على الرغم من الانجكشن سكليروثرابي انا قلت لك اصلا ما بقتش تتعمل اليومين دول، يعني ما حدش بيعمل انجكشن سكليروثرابي اصلا لان انا على طول بعمل باند لايجيشن لان الانجكشن سكليروثرابي ليها كومبليكيشنز كتير. الماده نفسها اللي انت بتستخدمها في السكليروثرابي ممكن تقوم داخله في الدم توصل ترجع للبورتال فين تقوم سدها اصلا وترفع الضغط اكتر، فما عدتش مستحبه، ما بقتش مستحبه انا بعمل على طول باند لايجيشن. هنا السؤال ده برضو هنا بيقول لك prevention of recurrent severe viruses مش عارف ايه ايه، طبعا في الاكيوت اتاك ما ينفعش ادي بيتا بلوكر، في البريفنشن ما ينفعش ادي سوماتوستاتين. هنا بيقول لك واحد عنده ليفر وبينزف، طبعا بينزف هياخد ايه يا جماعه؟ بلازما. خلاص لاني انا اصلا عايز كواجوليشن فاكتورز، انا هنا عايز ايه؟ انا عايز كواجوليشن فاكتورز اللي موجوده في البلازما، فانا ليه هديك ار بي سيز اصلا وليه هدي؟ فانا عايز بس ادي ايه؟ ادي بلازما بس. بس كده.